أما بالنسبة لما يتعلق باللقاحات فإن مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال اللقاحات وفي مجال برنامج التمنيع الموسع، ولديها من الكفاءات من يقوم بتقييم هذه اللقاحات قبل حتى إدخالها. ومن هاي المنطلق وبسبب الوعي المجتمعي اللي عند مملكة البحرين ارتفعت نسبة التغطية باللقاحات الروتينية للأطفال لما تجاوز عن 95% لأكثر من عقدين، نجم عنها انخفاض في وفيات الأطفال اللي أقل من 5 سنوات، في حين أن بعض الدول ما زال اللي تفتقر لهذا النوع من اللقاحات الوفيات ما زالت موجودة عندها. فهذه إحدى أهم التدخلات اللي تضمن سلامة المواطنين. واحنا كلنا شهدنا كجزء من فريق البحرين، لما اقول كلنا، كل فرد في مملكة البحرين وفي مجلسكم الموقر كان له دوره المؤثر في واحساسه بالمسؤولية الوطنية في اثناء هذه الجائحة. كنا نهاجم من قبل فيروس مستجد، وهذا الفيروس يحصد بالارواح، هنالك من فئات وعوامل ذوي الاختصار اللي فقدناهم وتألمنا لفقدهم، يا اما قد يكون اب أو أخ أو جار أو صديق أو أي بحريني أو أي إنسان على هذه الأرض الطيبة. مملكة البحرين لم تألو جهدا، وكان في شراكة بين السلطتين وشراكة مع المواطنين والمجتمع لضمان توافر جميع التداخلات الصحية على ضوء المعطيات في جميع المراحل اللي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلد، ومن ضمنها اللقاحات. كانت مملكة البحرين من أوائل الدول اللي فعلا أدخلت لقاحات، تم التحقق من خلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن واللي تعنى بترخيص أي دواء أو لقاح قبل إدخاله، هنالك فريق ولجنة مختصة تتأكد من وجود الدلائل اللي تتعلق بالتجارب السريرية اللي مر فيها اللقاح، ومن ثم تعرض أيضا على لجنة تطعيمات تضم تخصصات مختلفة يتم مراجعتها والتأكد من سلامتها ومقارنة وموازنة الضرر إلى المنفعة، ثم أيضا تعرض على الفريق الوطني. تم إتاحة أكثر من نوع من اللقاحات، طريقة تكوينها وتركيبها وتصنيعها مختلفة ومن شركات مختلفة، وإتاحة الخيار للمواطن والمقيم وفق البيانات اللي كانت موجودة ونشرت أما من خلال اللقاءات الصحفية أو من خلال الحوارات اللي كانت مع أعضاء الفريق الوطني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع وتطبيق بي أوير اللي هو مجتمع واعي. وفعلا شهدنا مشاركة مجتمعية، واللي شارك عدد من النواب أيضا في التجربة السريرية لأحد اللقاحات لإثراء الإنسانية وضمان سلامتهم، فشافوا شلون كان في متابعة أثناء التجارب السريرية للوضع لضمان المأمونية والفاعلية. هنالك فعلا اللقاحات لها دور وأنواعها مختلفة، قد في أنواع من اللقاحات تمنع المرض، في أنواع من اللقاحات تمنع المرضى والوفيات، وفي أنواع تقلل من الإدخال للمستشفيات، ويتم تقييم هذه اللقاحات بعد أيضا إدخالها، وهنالك فريق مختص لمتابعة أي مضاعفات ترصد بسبب اللقاحات. معالي الرئيس، نشعر بالفخر كبلد استطاع التعافي بفضل التداخلات اللي تمت لمملكة البحرين. التطعيم بفضل الله فعلا كان متاح بشكل اختياري، وكان من أول اللي أقبلوا على خدمات التطعيم وأخذه سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شارك في التجربة السريرية، وهنالك العديد من النواب والشوريين اللي دخلوا في سواء التجربة السريرية أو أخذوا اللقاحات، وأيضا من بادر في أخذ اللقاحات هم مقدمي الخدمات الصحية، العاملين الصحيين اللي يعرفون مكونات اللقاحات. مملكة البحرين زاخرة بالكفاءات لتقييم أي لقاح والتأكد قبل إدخاله، لأن سلامة كل مواطن هي هدفنا جميعا.